النهاردة هنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد أمير القصة القصيرة الأديب الراحل يوسف إدريس، ابن محافظة الشرقية، ترك مجال الطب عشان يتفرغ لكتابة الأدب والقصص القصيرة، وفي عدد كبير من أعماله اتحولت إلى أفلام ومسلسلات لسه بنتابعها لحد دلوقتي. تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الراحل يوسف إدريس أمير القصة القصيرة. ولد الكاتب الكبير يوسف إدريس في قرية البيرون بمركز فاقوس في محافظة الشرقية في 19 من مايو عام 1927. عاش طفولته مع جدته في القاهرة وأكمل دراسته بالقاهرة، ونظراً لحبه للعلوم التحق بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. حصل يوسف إدريس على درجة البكالوريوس في الطب متخصصاً في الطب النفسي عام 1951، وعين طبيباً بمستشفى قصر العيني، إلا أنه استقال منها وقرر التفرغ للكتابة وبدأ نشر قصصه القصيرة. ظهرت أولى قصصه عام 1954، وأصدر مجموعته القصصية الأولى أرخص ليالي عام 1954، والتي أحدثت ضجة كبيرة وقتها. تحولت روايات يوسف إدريس إلى أفلام سينمائية مثل رواية الحرام من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة وعبد الله غيث وزكي رستم. اسمع، الحمارة تسيبيها على هواها خالص كده هو، علشان تاني مرة عوضين يرضى يا سلفان. حاضر يا أخويا. والجلابية أيوة جيبيها منقطة، هاتيها مخططة أحلى. النبي الودي ود أجيبها لك قطنية. عشت لي يا عزيزة. من بعدها حادثة شرف التي حققت نجاحا كبيرا وقتها. كنت فين يا بيت؟ كنت بعمل الزرع. عملت ايه تاني؟ قعدت اتكلم شوية مع ولع. ولع؟ ابن مين ده؟ ابن معزة خالتي بهام. لا يا شيخ، انت هتاكلي بعقلي حلاوة يا بيت. ثم رواية لا وقت للحب التي تحولت لفيلم سينمائي عام 1963 من بطولة رشدي أباظة وفاتن حمامة وصلاح جاهين. احنا بقى لنا يجي 15 سنة زملاء أصحاب. انت صحيح ما تعرفنيش الا ساعة الزنقة، انما انا شيء إلهي كده بحبك. وعايز اقول لك على حاجة سيدي العزيز، انا كل اذان صاغية. لا انا بتكلم جد، مش تقدر بقى يا اخويا تفضك من الحكاية دي، ده انت ما عادش في عمرك قد ما مضى. وقاع المدينة والنداهة التي ركز فيها يوسف إدريس على التفاوت الطبقي والثقافي بين المصريين. نفسي أرجع مصر وانت معايا يا فتحية، لأجل ما تنوري لي الأوضة والعمارة كلها. تاني كونت نفسي وبقيت بواب محترم. صاحب العمارة مديني أوضة شرحة نظيفة ومبلطة وبتنور بالكهرباء. يا سلام لو جيتي معايا يا فتحية. توفي الكاتب الكبير يوسف إدريس يوم الأول من أغسطس عام 1991 بعد أن ترك لنا عالماً أدبياً خاصاً به رسمه لنا. ورغم رحيله منذ سنوات، ما زلنا نستمتع برواياته وتحويلها إلى مسلسلات وأفلام يعيش عليها أجيال مختلفة من الأعمار.